اليوم غير ما نعملوا سباقات في اللعبه ضد عباد اخرين، اليوم باش نجرب. انا نحب نجرب تحدي، هذه تحدي خليته مع واحد في اليوتيوب، قلت خلينا نجربه. انا التحدي هو توش بلا ذا اش نطلع، باش نبدا حاصيله من البلاصه هذه الاكس بي موجوده، باش نطلع هذاك كله. وبعديك اول ما نوصل للبلاصه هذيك باش نمشيو للبلاصه حاصيله نقولوا عاليه بتاع لازم كربه تطلع بالكدي بالكدي اعلى نقطه، نقعد نجرب وحصل بالكراب بالكات فوكات حتىك لي معناتها نشوفوهم الكراب انا منهم اللي تطلع به. هذه كربه اللي عندنا باش نمشيو بها حسب الطريقه هذيك بيي تحفونا كيف ما تراو. صلا مش كيف كل مره نعمل اكسيدوني، خاطر كل مره كتبعت لكم فيديو كيف تشوفوش كل مره قداش من اكسيدون خاصه تاع الفيراري. والله اللي في بالي بي مش في من اللي فوق ما درك في كربه قدام نحكي لكم شو صار. المهم كربه تنطر في شيره وكربه اخرى في شيره خبطوا شوي واي على قريب شطات في الجايز بليش نهار 21 قلت تربي اول ما تاهو تصوركم عليها 400 متر تورني على غوش. يعني اللي حاب يراح ندور شوية بشو لحظة لحظة تورني على غوش ليه بعد ولا سبورت كون باش نطلع بالضبط. شوفوها الماب كيفيه ريتوا باش نطلع من هنا بوف نوصل لهنا لهذيا باهي نبدا من هاي. Faites demi-tour dès que possible. تطلعنا يا ودي تطلع هذه بالبرتية. خلا بركة ما قلت لكم نعملوش اكسيدونيات غادي كاك نطلعوا للبلاصة هذيك هي. ليه هذه تطلع. اوكي كي تعبت نبدلوا كاك. وكان انت عندك تحديات ولا فاسة اكتب في الكومنتات. اوكي حطيت لكم اللين بتاع الكونت تيك توك بتاعي اوكي بالكدي ولا جيب لي فيه والكونت انستغرام كونت تيك توك من تلك عملت عشان وبط في 8 فيديوهات جابوا لي بالكدي فيديو فات ال 40,000 مشاهده وجاني منه على الاقل شويه ابونيه او كان عاون روحي والانستغرام اكسبيراتي الكونت القديم كان فيه 2000 ابونيه كي ترست لي عام جديد ما حبيتش نقبل اللي شيء. والله هذه يا اخي الكهرباء تحسها تاع رالي تطلع والله تو باش ولات ثلج بكاش ثلج نبداو بكتي ولا برخا نبداو به واحد اثنين هاي ديجا تبسختي على شنيا بالكتي واحد اثنين ثلاثة طلعي شي هاي تطلعنا سامع اي اي اللولا طلعت الناي اما من هنا صعيبه من الجهه هذه صعيبه يمكن اكل الهامر مش باش تطلع لحظه برك خوريكم البلاصه كيفاش باش هي باش تجي الهامر ما تطلع حيس تعرفها اخني باش تطلع هاي منين بالضبط تطلع من هكا وهكا ريتها تطلع هكا هاي برا مش باش تطلع الهامر انا نقول لكم الهامر دي رزينة برشا بتاع نقولوا في الصحراء تحوس بيها دنيا ما باش تطلع لك هنا تطلع برا نبدا يا وي بسم الله مازلنا ما طلعنيش مش باش تطلع لنا الهامر يدي نعرف الهامر في برا جرب هنا اي ما بدات تطلع مش باش تطلع بهذي تجيب نجربوها هاي توخى لهنا هاي البلاصة واحد اثنين ثلاثة بري اي هذي اصعب البلاصة اي يمشي ما نجمتش بري تطلع زعما اي اختك ما طلعتش تجيب هذي عندي فيك ثقة تطلع ها بعد كاميرا شوية اي بلا سرقات لا اطلع مش باش تطلع برا نشرب واي لاند روفر وين نستعمل اي تطلع زعما نحسك تطلع واحد اثنين ثلاثة انت رزينة زيدا ما مش تطلع
امشي 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 ما طلعتش يا معلم، حتى كرب ولا طلع. وزيد هي صح معناتها بالواحد هو شو اسمه الثلج تو تطلع بكري. اي مرسيدس رانج روفر، اي تمشي رانج روفر معناتها حتى كرب ولا طلع. يا الله حوالي يمين الكرب ايش تطلع حتى كرب ولا طلعت يا معلم. تطلع يا مرسيدس، يا مرسيدس برافو برافو. وي امشي كمل 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 امشي 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 بيه بيه. هاي وحده كنا وحده حتى كربة لازم تطلع للدرجه هذه. وين من هنا هو بري ايوه مش تاخد تحت العشرة مشينا فيها يا وش تمشي مع استشري ما طلعت. شو وين وصلت فتت المرسيدس. كمل كمل امشي امشي عاد وصلنا لهنية. هيا شبقا هيا عاد امشي شبقا يا فورد امشي. اي 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 فورد اي يا معلم يا معلم. فورد الوحيدة اللي طلعت والله كنت مستحقك يا معلم. ما عطيتي فوت مرسيدس وجميع الاخرين. اوه والله كعبة جابي برا وخمس اصعب واحدة ذي جابي. خلنا نجرب المرسيدس على الاقل تطلعش شوية على الاقل تلاحظ انا بري يا مرسيدس سجلين. ليه عاد ليه عاد يطلع يمشي يطلع. اوه مش امل شو فور تطلع من فوقيه بشويه مش مكش حاجه مرسيدس طلعت. يوم الاصحاب الفيجينيا اللي يوموا فيه تنشوش تعمل الكلاك تشاركوا في القناة وكا كونتويت حطيتهم لك في الكونتويت حطيتهم لكم في الديسكريبسيون. اعطوا عملوا ابوني وتقابلوا فيديو جاي في الامان.